أكدت الدكتورة هالة أحمد الجاسم رئيسة الخدمات الطبية بالصحة الأولية بوزارة الصحة خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن وعي المجتمع بالإجراءات الوقائية كافة هو أبرز عوامل النجاح في مهمة التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. احنا حين قاعدين نعيد ونكرر أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية. ليش هاي التكرار؟ ليش هاي الإعادة؟ ليش هذه الدعوة الهامة أن احنا لازم نواصل بعزم؟ لأن الأبحاث وكل الأدلة تدل على أن أهم عامل يقي الناس من أو يقي المجتمع من انتشار فيروس الكوفيد-19 الالتزام بالإرشادات الاحترازية. دور المجتمع هني مهم، لأن طبعا الحكومة أو الدولة أو الجهات الرسمية أو الفريق الطبي هو يصدر هذه التعليمات والإرشادات، لكن من راح يطبقها؟ المجتمع راح يطبقها، أفراد المجتمع راح يطبقونها. عشان كذي إحنا في البحرين مثل ما تعرفون حكومتنا يعني حاولت أن مثل ما من البداية كان شعارنا مجتمع واعي، يعني عولت على وعي المجتمع. والحمد لله طبعا كان المجتمع قد المسؤولية في المراحل السابقة، ما نقول 100% من أفراد المجتمع، لكن الحمد لله الأغلبية. وهذه الالتزام من قبل أفراد المجتمع وجميع الشركاء اللي معانا هو اللي أدى أن النظام الصحي في البحرين الحمد لله رب العالمين لا زال صامد الحمد لله.